سورة النساء إحدى السور السبع الطوال، نزلت كلها بالمدينة المنورة عدا الآية 58. نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة رضي الله عنه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسميت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام والتشريعات التي تتعلق بالنساء كأمور البيت والأسرة والميراث وغيرها، فسماها علماء الأمة سورة النساء الكبرى، وسموا سورة الطلاق سورة النساء الصغرى. لم يذكر المفسرون سبب نزول سورة النساء، ولكنهم ذكروا أسباب نزول الكثير من آياتها البينات، من ذلك الآية الثانية التي نزلت في رجل من قبيلة غطفان العربية، وكان مسؤولا عن ابن أخيه اليتيم الذي ورث مالا كثيرا طلب به عندما صار راشدا، لكن عمه رفض أن يرده إليه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون حكما بينهما، فنزل قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فرد العم المال إلى ابن أخيه. أما قوله تعالى في الآية السابعة: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فنزل في أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وكان قد توفي وترك زوجة وثلاث بنات، فجاء ابن عمه وأخذ المال ولم يعطي شيئا لزوجته وبناته، لأن العرب في الجاهلية كانوا لا يورثون النساء والأطفال، ويدعون أن الميراث حكر على من قاتل بالسيف وركب الخيل. فاشتكت زوجة أوس أمرهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهما وأخبراه بأنهما طبقا قانون الميراث السائد، وبأن أوسا ليس لديه ولد يقاتل حتى يأخذ من ماله شيئا، فجاءت الآية الكريمة لتفصل في ذلك وتحل الميراث للنساء. وقد كانوا في الجاهلية يعدون زوجة الرجل بعد وفاته من ميراثه، فيتزوجها من شاء من أقاربه، أو يزوجونها لمن أرادوا، أو ربما منعوها من الزواج بمن لا يرغبون فيه. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أما قوله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله
إن الله كان بكل شيء عليما. فقد نزل في أم سلمة رضي الله عنها إذ قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجال يغزون ولا نغزو، ولهم ضعف ما لنا من الميراث، فلو كنا رجالا غزونا كما غزوا وأخذنا من الميراث مثل ما أخذوا. فنهى الله عز وجل عن الطمع لأنه يؤدي إلى شقاء النفس وفساد الخلق والدين، ولأنه أشبه ما يكون بالاعتراض على قسمة الخالق العليم الخبير بأحوال خلقه وبشؤون عباده. وسورة النساء مليئة بالآيات التي تنوعت أسباب نزولها، فأجابت المسلمين عن معظم الأسئلة التشريعية، ومنها إيتاء كل ذي حق حقه من الأرحام واليتامى ومن الرجال والنساء، وبيان توزيع الميراث والأموال توزيعا صحيحا، وعدم أكل الأموال بالباطل. وارتكزت مقاصدها بشكل أساسي على توحيد الله وإفراده جل جلاله بالعبودية، والإقرار بأنه سبحانه خالق هذا الكون ومدبره. فكانت سورة عظيمة فيها ما يعد ولا يحصى من المواعظ للسائلين.